سيء. لذلك ما نتمناه ولا في الثاني. 22 دقيقة لعب تونس تتقدم على رواندا 1-0. الهيريا ليلى تفوزك الأول أو ما؟ شوف الدفاع فماش دفاع. دراجي مش ممكن يضيع، يضيع الحارس يقول له جيبها من الشبكة، جيبها من الشبكة. هالي هالي الشبكة يا دراجي. الرواندية سجل هدف. شوف الكنترول وراح تعالى يجري بعيد. طايح اليسري وسدد الكرة على اليمين. ما عنده ما يعمل حارس اسمه بلبولي. والنتيجة تصبح هدف لهدف. الهدف رقم 28 في بطولة الشاد. هدف التعادل للمنتخب الرواندي. 21 دقيقة الدراجي 23 دقيقة. الآن بربي نكملوا الثالث. بإمكانكم بإمكانكم. وإلا ستحاسبون. شوف الفرصة. شوف الغرب. شوف الكرة وشوف الراس وشوف الشبكة لما تتهتز. الفريق التونسي يتقدم بثاني الأهداف الراسية من سلام القزلاوي. 2-1. الغربي للكروس أول مرة يطلع من اليسار. وقت السويسي ما شفناش من اليمين. مع منتخبات أوكي تاخذ حذرك، مع منتخبات أخرى للأمانة. لكن اليوم إن شاء الله نريحوا ونرتاحوا. هدف روعة، هدف روعة. جيبها من الشبكة، جيب جول آخر معاك مسموح، جيب حارس آخر معاك وشدها لك أنت نجم. الهدف الثالث يا سو. 3-1 من الذوات. 3-1 للمنتخب الوطني التونسي.